عجيبنا أمر دنيانا عجيب غريب ما ترى فيها غريب عجيب الفطن اللبيب عجيبنا أمر دنيانا عجيب العيش لا عيش إلا ما قنعت به قد يكثر المال والإنسان مفتقر. كانت هناك حجرة صغيرة فوق سطوح أحد المنازل، تعيش في هذه الحجرة أرملة فقيرة مع طفلها الصغير، إلا أن هذه الأسرة كانت تمتلك صفتين: نعمة الرضا بما قدر الله لهم في هذه الحياة، والثانية القناعة التي هي كنز لا يفنى. إلا أن هنالك أمر كان يزعج الأم كثيرا، ألا وهو سقوط الأمطار في فصل الشتاء، حيث الحجرة التي كانت تسكن فيها تتكون من 4 جدران وباب خشبي ولا يوجد بها سقف. ترى شمس الصباح إذا استقرت لنشر النور عاجلها الغروب. وقد كان مر على ولادة الطفل 4 سنوات، وخلال هذه الفترة لم تتعرض المدينة إلا لزخات قليلة وضعيفة من المطر. إلا أنه ذات يوم تجمعت الغيوم وكونت سحب داكنة في سماء المدينة وهطلت الأمطار بشكل غزير، احتمى الجميع في منازلهم، وكان على الأم وطفلها الصغير مواجهة موقف في غاية الصعوبة. نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندس في أحضانها، إلا أن ثياب الأم وجسدها كان قد ابتل مع المطر المنهمر. أسرعت الأم إلى الباب الخشبي، خلعته ووضعته مائلا على أحد الجدران وخبأت طفلها خلف هذا الباب. فيا من ضاق بالدنيا تأمل فثمة حكمة ربما تغيب وما الدنيا سوى دار اختبار. نظر الطفل إلى أمه وابتسامة على محياه، والرضا ينتشر في هذه الحجرة الصغيرة، وقال لأمه يخاطبها: ماذا يا ترى يفعل الناس الفقراء الذين ليس لهم باب حينما يسقط عليهم المطر؟ أحس هذا الطفل أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء. لماذا؟ لأن لديهم باب. تعيش القناعة في الأكواخ لا في القصور. عجيبنا أمر دنيانا عجيب عجيبنا أمر دنيانا عجيب غريب ما ترى فيها غريب عجيب.